قلت ما كان لله فيه حكم منصوص. قال ما كان لله عز وجل فيه حكم منصوص وما كان فيه. قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قال الإمام قلت ما كان لله عز وجل فيه حكم منصوص وما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض دون بعض دون بعض. أما يقول بتخفيف يعني إيش؟ يعني ترخيص. خلينا خرج على القياس، يعني ترخيص، يعني السنة جاءت تبين. وهذه فيها دلالة عجيبة في هذا الباب. إيش بقى اللي فيها المصير؟ أمر يشوش ولا يشوش، يشكل وحله سهل يسير. ماشي نصير، عندما شوشت عليك أنا، آسف. لقطة، الله أرضى عنك. لقطة، لو مر يوم من غير لقياك إيه بعدها؟ يعني لو مر يوم ما تتكلمش فيه هتموت، فخليك تتكلم زي ما أنت عايز عشان تعيش. اتفضل. هي قريبة، لكن ممكن نقول المراد غير ذلك. الذي يشوش في هذا الباب، نجد أن السنة تخصص القرآن، صحيح، والأصل فيها أن السنة رتبة أدنى من رتبة القرآن. لذلك مذهب الشافعية السنة لا تنسخ القرآن، مفهوم؟ ولأن السنة ولأن النسخ ولأن التخصيص جزء من النسخ، أو يعني يعتبر كالنسخ في الجزء الذي خصص فيه. ده الإشكال، لأنه مذهب الشافعية إيش؟ اختلاف الرتبة يؤدي إلى عدم النسخ، صح كده ولا لا؟ فلو قلنا بكلمة حرفية بأن التخصيص نسخ أشكل علينا، صح ولا لا؟ فنقول والتخصيص ليس نسخا. أيوة أحسنت، والتخصيص ليس نسخا، بل التخصيص بيان المراد. يعني إيه بقى بيان المراد؟ يعني الله كان يريد هذه الجزئية دون هذه الجزئية، واللفظ جاء عام، صح كده؟ فبين أنا ما أريد كله، أريد هذا. ودي ليها حكم كثيرة جدا في هذا الباب، اختبار العباد، بيان كيفية الإتقان عند الاستنباط من أجل الأحكام، من أجل بيان المجتهدين، كلها بلاءات. لأنه غير يقول لي طب ليه قالها عام وبعدين جاب البيان؟ قلنا هذه حكم كثيرة، ومن الفصاحة والبلاغة والبيان، وأيضا بيان هذه اللغة التي يمكن يعني أن ترى فيها بحور العجب. ولذلك وجدنا أن العلم له لذة أخرى، وهذه أيضا الله يجعلها من أجل أن المجتهد عندما يتعب ويفهم ويستطيع أن يصل إلى ذلك يجد أنه فوق السحاب، يعيش مع الوحي بطريقة أعجب من العجب. ولذلك أسعد الناس هم العلماء عندما يرون لذة العلم. كده ظهرت يا أستاذ نصير، تفضل. أحسن الله. قال ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، ولم يقص ما سواها عليه، وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيضرب المثل، لكن قبلها قال ايش؟ قال والعمل بالرخصه فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقص عليه ما سواها عليه، صحيح ولا لا؟ وهذه تاتي في ايش؟ تاتي في التقعيد العام، الرخص لا يقص عليه، صحيح ولا لا؟ مع ان الشافعيه ايضا رغم ان القياس في هذا الباب
حتى الكفارات يراد يقاس عليها اذا تمكنت الايه. لكن هو التطبيق العام ان ما خرج عن القياس فغير عليه. فالرخص الرخص يلزمها الرخص عين الرخص عين ايش عين الرخص عين عين ايه يا استاذ حاتم؟ ماذا قلت يا ابو غيزه؟ ما قل انت من خايف ما قل ماذا قلت؟ ما قلتش. امال مين اللي اتكلم يا ابني؟ اتكلمت ولا ما اتكلمت؟ خد يا ابني اشرب عشان ترتاح. اديله هنا عشان يرتاح. اتفضل. ها تقييد. ها يا باشمهندس. ها ماشي ممتاز. عين الرخصة هو عين التخصيص. عين الرخص هو عين التخصيص. ولذلك يأبى التعدي. حال التشريع في التخصيص يأبى التعدي على خلاف الأصل. حال التشريع في التخصيص يأبى التعدي على خلاف الأصل. يعني التعدي على خلاف الأصل إلا ما جاءت القرينة القوية بتحكم العلة والمناسبة في المطابقة فيصح الكسر. ماشي فضل. لا يخص عليه. جيدا خلينا نخليها نقربها عشان لما يقرأها تفهمها. ضرب لك مثل وقال الوضوء. قال الله تعالى إذا كنتم صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. خليها بالنصب. ليه؟ ماشي. الغسل فالرجل حكمها الغسل. طيب لما نقرأها وأرجلكم بالكسر يكون ايش؟ متى يكون المسح في الرجل؟ ها وهي الرخصة. رخصة الايه؟ الخف المسح على الخفين. قال إن التشريع الغسل وخفف إن كانت مغطاة يكون. قال وهذا على الرجل فلا يقاس عليه مثله. لبس النقاب لبس القفازات. طيب هل تمسح على القفازات؟ ده عضو عضو الآن وده عضو مغسول وده عضو إيش مغسول. هل قال ألحق به؟ ده دل دلالة واضحة جدا على أن الترخيص لا تقيس عليه. فليس لك أن تقول يجوز لك أن تمسحي على النقاب. ما تغسلش وشك امسحي على النقاب. وطبعا لو كان كده بكل منتقبة ماشية في الشارع بقى هتتوضى بالهواء. بالهواء صح كده؟ لا وأيضا ما الشرع ما أباح لها أن تمسح على القفازين. فاهمني؟ حتى العمامة ما أباح المسح على العمامة إلا العمامة المحنكة. مفهوم؟ ممتاز ممتاز ممتاز. قالوا أن العلة واحدة في هذا البلد. أحسنت. تفضل تفضل سيدنا. قال فقال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما من أعضاء الوضوء. ولما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله أعلم. يبقى كل الأعضاء الواجب فيها الإيش؟ الغسل صح كده؟ أن تغسلها والغسل. لما جاء عن الرجل ولبس الخفين رخص رسول الله فيه. وإحنا وجدنا أن الأعضاء المغسولة كما هي وفيها ملبوس أيضا. الوجه مغطى عند المرأة المنتقبة واليدين مغطيتين بإيش؟ أو اليدين مغطيتين بإيش؟ بالقفازين صح ولا لا؟ فهل يقاس؟ قال لا يقاس عليه لأنه ما خص من القياس فلا يقاس عليه. والأصل أن يقال ما خرج عن القياس فغير عليه. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين. نعم. قياسا عليهما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دون ما سواه. قال أثبتنا الفرض عن الغسل. الوجه يغسل، اليدان تغسلان ماشي، والرجلان تغسلان،
قاله أثبتنا الفرد وبعد ذلك رخصنا في الرجل دون غيره لوجود الرجل، النص على ذلك ليخرج عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه. ما اللفافة والجورة كلها خف يابا يا حبيبي، الله يهديك، انت فاهم المسألة ولا انت بتتنطع ولا انت عايز تضحك على نفسك؟ اتفضل. قال فيعد هذا خلافا للقرآن. قال الإمام قلت لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله. شوف فاهم الدقيق، لا تخالف، ما لا مخالفة، الكل خرج من مشكلة واحدة، يطلع الغبي ويقول لك والسنة تخالف القرآن والقرآن يعني لا أحد يسيطر عليك في عقلك في تفسير، حتى السنة لا تفسر هكذا. وطلع واحد يعني فقيه القصب قصد العصر هو معصور، سمعته ويقول استغفر الله لو في السنه شيء ان النقاب واجب على المراه، لا في القران ولا في السنه، لا في القران ولا في السنه، يعني النقاب بدع، ده الشيطان نفسه ما قالش بذلك، والله الشيطان نفسه ما قال بذلك. وده طبعا اصلا كل ده على الاغرار الاغمار، لان في واحد عبيط بيجيبه ويستضيفه فاهم، يا سيدنا قل، وده هو بقى بيقول لك ده اعلى منتج في الانتاج الاعلامي، عارفين ولا مش عارفين؟ ده بيقال هذا مدرسه لتعلم الاجيال كيف بلغ ما بلغ، مش كل ده مش فاهمينه؟ عارفينه؟ وزملكاوي كيف بلغ ما بلغ؟ بيجيبه على طول، عرفته خلاص لسه ما عرفتوش؟ ايه الكلام ده؟ التصريح فيه تذبيح. بالله سياسي مش نزاع ديني، انا لله انا اليوم شيخ، وبيقول لك كل الفتوحات احتلال، والمعارك مع ابي جهل وبدر ده دي اصلا كان فيها من تحت لتحت في امور ماديه هي اللي عامله كل الكلام ده، لان ده ما هو طالع ياخد اقتصاد، مش كان طالع ياخد العير، بيقول لك في امور ماديه، نزاعات ماديه هي التي ادت الى هذه الحروب. يعني بالله عليك، والله يصرح في الكتاب وتودون ان تكون غير ذات شوكه لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماتي ولو كره مش ايش هذا؟ ما هذا الاستغفال واستعباط الامه العالي في هذا الباب؟ والعيب مش عليهم، العيب على اذان الحمار التي تسمع الامثال. تفضل. قال فيعد هذا خلافا للقران. قال الامام قلت لا تخالف سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله اتحاد. قال فما معنى هذا عندك؟ قال قلت معناه ان يكون قصد بالفرض امساس القدمين الماء من لا خفي عليه. شوف الفقيه كيف يتكلم، بيتكلم بالفقه، الكلام ده كلام غزل، تعال بقى قول لي ايه الغزل اللي فيها لقطه. شوف انا خلاص مش هتتكلم هتموت، واحنا مش عايزين كده، انا طول العمر واحسن العمل الله يكرمك. شوف قال بفرض امساس القدمين الماء من لا خفي عليه لابسهما كامل الطهاره، غزل. ايه بقى الغزل اللي فيه؟ مالكش في الغزل؟ طب خلاص اهو بيحيل على شيخك، اتفضل يا شيخ محمد. ماشي ممتاز. على ما سطر الكتاب، على ما سطر الكتاب. ماشي. عارف انا هقول الذي اراه هتلاقيهم سهل جدا ايسر من كل اللي انتوا بتعملوه خالص. قال ايه؟ والله اتفضل يا نصير. يا فهد شو هذا؟ هو عيب، هو هذا الحمد لله عشان ارتاح، ما اقولش ان انا مجنون ولا حاجه، ده غزل الفقه. الراجل بيتكلم وبيستحضر الاحكام في راسه، لما اي فقيه بيتكلم لازم يستحضر الادله ويستحضر الاحكام وياتي بها على وجهها. فجاء قال لك المس على الخفين، او شوف ايش يقول، لا خفي عليه يعني مغطي العضو. قال لبسهما على ايه؟ كامل، مش طهاره بس،
طال كامل الطهارة عشان يخرج لك المسألة الخلافية التي فيها ها غسل رجل ودخل وده غسل ثاني هذه مسألة أصلا يتنزعون فيها فإن عرف أخوك لا خف دعك من هذا لابسهما على كامل على كامل ليه يعني غسل الرجال ثم لابس ايه رأيك في الغسل ده يا باشمهندس حلو ربنا يحليك يا باشمهندس لا لا سهل. نصير ده حاجة تانية يا شيخ جزاك الله خير أرحتنا بهذا تفضل أو يجوز هذا في اللسان أو يجوز هذا في اللسان قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء إيش فيها هو إيه نعم هو بالنهاية كده ده صحيح لكن هو ماذا يقصد يقصد أنه إذا كان متوضئا فيؤمر بالوضوء قام إلى الوضوء وهو إيش وهو متوضئ مش هو قال ذلك كما جاز أن يقوم لصلاة من هو على وضوء فيكون المراد بالوضوء إسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين وبيقول هنا إذا كان متوضئا وجاءه النداء الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق فهو بيقول هنا جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء دون إيه؟ دون أن يتوضأ صح كده؟ لأنه قال فلا يكون المراد بالوضوء أن هو يقوم يتوضأ المراد بيه؟ ها؟ إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فهو بيقول إذا المراد بذلك أن يتوضأ وهذا الحديث ليس هذه الآية ليست عامة عامة رد الخصوص يعني إذا قمتم إلى الصلاة حالة كونكم لستم على طهارة فتوضأوا وده البيان جه منين بقى؟ السنة البيان جه منين؟ لأنه بيقول الآن لا الظاهر فيها أن كل ما تقوم كل ما تقوم تتوضأ فهمتني؟ وهو إيه بقى علاقتها بالكلام؟ كل ما تقوم لابد أن تغسل رجلك فبيان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصلا قد يخص يبقى عامل ربه ايه خصوص يبقى كانه قال قولتنا وارجلكم يعني في الغسل يراد بها ايش يراد بها ان لم يكن على الرجل شيء يراد به من كان ليس على طهارة فهمتم فهو بيقول له وهل يصح في اللسان ايه بقى اللي يصح في اللسان ايه اللي خلاه ينكر على الشافعي وهل يصح في اللسان ايه لغة. ماشي عم اللغه شكرا احسنت هو بيقول في اللسان هذا اصل عام يبقى على عمومي في هذا الباب ما الذي تفعل قال يا صاحب اللسان ولما اراد ان يبين شوف هنا ده العلم دي اسمها ملح العلم جاب له ايش من الايه بالنظير عشان يشرح له لسه اشرح لك خذ انقل من المتفق من المختلف فيه المتفق عليه أنت قلت الآن قالوا هل يصح في اللسان لما قال أرجلكم يعني اغسلوها أنت قال له لا اغسلوها لما ما تكونش متغطية يعني مش لابس الخوف فاهم ازاي فبيقول له وهل يصح في اللسان أنك تحمل العام على إيه على الخاص فقال له نعم يصح في اللسان وأتى له بإيه بما يتفق معه عليه ما هو الاثنين متفقين على أن قول تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق طيب هل دي كل ما تقوم تفعل اتفقت المذاهب الأربعة على أن أنه ليس بواجب أن كل ما تقوم تتوضأ فنقلوا إلى المتفق عليه قالوا كما قال الله تعالى إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوه فقال هذا على المراد به الوضوء على من لم يكن متوضأ واللي باين كده مين فعلا نفسه واللي باين في الخوف مين فيبقى إذا بين لك مراد الله جل في علاه شيخ أنا بقول من الفقه أن تدور مع مراد الله حيث ومن بقى الذي يجعلك تدور لتعقل مراد الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم إما الله حقا وإما النبي لأنه قال
على الكتاب ما انزلنا عليك الكتاب تبيانا يفسر بعضها بعضا وبعضه بعضا وامتع ما كتب من المتاخرين بسرعه تفسير القران بالقران لمن لشيخيت مفهوم او بالبيان وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس كده مفهومه الحمد لله هنا بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. قال ذلك سنة أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين. كيف يعني؟ ها؟ يعني معنى ذلك أنه كده برضو من باب العمل الذي يرضي إزاي بقى؟ ها؟ لأنه لما خصص قال قطع إلى في ربع دينار يبقى وجب إيش شروط بقى هنا؟ يبقى مش كل سارق اللي سرق أقل من ربع دينار يقطع. يبقى ده خرج من الآية ولا ما خرجش؟ خرج من العموم ولا ما خرجش؟ خرج. طيب قال بحرز مثلي ولا ما قال بحرز مثل بحرز مثله ليس الحديث ده أواه الجريم استنبطوا منه إيش؟ حرز المثل تفهمين ولا لا؟ يبقى لابد عشان يقطع لابد يكون المال فين؟ تخصيص ولا مش تخصيص ده؟ تخصيص أو لا؟ يبقى ده أصل عام يرد الخصوص. أيضا في القاطع ليس كل اليد أن يقطع اليمين أولا كما قال في القراءة الشاذة أيمانهما لعبد الله بن مسعود. طيب ومن المفصل في هذا الباب إذا دلت السنة عليه على تقله وهنا لا يقاس لا يقاس عليه مفهوم وهنا لا يقاس عليه هنا. نعم فكذلك قال بأن المسح هنا قال فدل ذلك على سنة الرسول بالمسح أنه قصد بالفرد في غسل القدمين من لا خفي إيش يبقى إذن عام مخصوص وهنا قال له وأيضا لا يقاس عليه غيره لا يقاس عليه غيره دفن هذا نسأل الله نعم في يعني النقاب يقاس عليه يمسح القفازين يمسح ما مغطي الفرد والفرد ده فرده أيضا الايه الغسل يبقى مثل مثل القدم ولا لا الوجه غسل يساوي القدم ولا لا اليدان ها فردهما الغسل صح كده يساوي يماثل الرجل ام لا ومع ذلك لا تقص عليه لا تقول اذا لبست المرأة القفازين لا تتعبي نفسك امسحها القفازين ما تغسليش اليد لا يا رجل لا لا شوف شيخ بطل الصلاة أنا عندي يشق أو مش لا يصب الماء لغاية ما أتأكد إن الماء وصل لكل عضو استهانة شيخ استهانة بعض من العبادات ها؟ اه نعم او جوز اه نعم يتاكد الماء نزل الى الكوع خدست الى المرفق خدست ها؟ ما هو انا بتكلم كده يعني في خلاف ولكن صحيح تمسح ان كان الخبر محكما يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.